إلى الملف الحقوقي السوري وحملة إلكترونية للإفراج عن معتقلي النظام السوري. منظمة الدفاع المدني المسمى بالقوة البيضاء أطلقت حملة إلكترونية تحت وسم ليسوا رهائن للتعبير عن التضامن مع المعتقلين في سجون النظام السوري. وإلى جانب منصاتها الإلكترونية نظم متطوعون في المنظمة ونشطاء حقوق إنسان وقفات في عدة مناطق في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، طالبوا فيها بزيادة الضغط الدولي على النظام لإطلاق سراح المعتقلين دون استخدام هذا الملف في التفاوض السياسي. معي للوقوف على هذه الحملة وأوضاع المعتقلين في سجون النظام الصحفي السوري في شبكة فرات بوست صهيب جابر. أرحب بك صهيب وهو معنا من غازي عنتاب. صهيب، كيف تابعت هذه الحملة وإلى أي مدى يمكن أن تسلط الضوء على هذه المعاناة المنسية دوليا، معاناة المعتقلين، مئات الآلاف من المعتقلين السوريين في سجون النظام؟ بداية أحييك أجمل وسادة. طبعا هي حملة لمناصرة المعتقلين المدنيين المغيبين قسرا الذين يعني قضوا سنوات طويلة دون أن يعرف أحد يعني مصيرهم، و ايضا يعني زادت يعني مطالب ذوي هؤلاء المعتقلين بالافصاح عن مصيرهم، وكان هنالك تحركات يعني ملحوظه طبعا كما تفضلتم خلال الخبر من منظمه القوى البيضاء الدفاع المدني السوري وعدد من الوسائل الاعلاميه، ايضا عدد من الفنانين السوريين المعارضين الذين ظهروا ايضا في مقاطع فيديو اعلنوا عن تضامنهم مع هذا المطلب المشروع، و ايضا ظهرت في ذات الوقت يعني احصائيات يعني حقيقه مفزعه تظهر ارقاما يعني بعض المنظمات، منظمه واحده فقط يعني حقوقيه ذكرت ان هنالك اكثر من 14388 شخصا قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الاسد في فتره لم تحددها لكنها قالت انها مؤخرا. ايضا الشبكه السوريه لحقوق الانسان وثقت مقتل 13000 اخرين من المدنيين الذين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد. أيضا تسريبات قيصر التي ظهر مؤخرا فيها أكثر من 6860 صورة جديدة غير التي طرحها حتى العام 2014 وهو المنشق طبعا في العام 2013، وكل التسريبات 55000 صورة التي سربها قيصر كانت ضمن 2011 إلى 2013 أو 2014، يعني قبل 7 سنوات، وهذه فترة طويلة جدا. إذا ما هو عدد المعتقلين التقريبي، لأن هذه الإحصاءات متضاربة إلى حد كبير بالنسبة لعدد المعتقلين؟ الشبكة السورية التي ذكرتها في تقرير لها ذكرت عن عدد المعتقلين الذين أحصتهم هي، تمكنت من تسجيل أسمائهم حوالي 127 إحصاء، 127 ألف معتقل سوري في سجون النظام. لكن هناك تقارير إذا جمعت هؤلاء لعدد المختفين قد يصل العدد لنصف مليون. بالضبط يعني، وأكثر من ذلك أستاذ جمال، يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان بذلت جهدا لتوثيق عدد ذكرته وهو ما تفضلت به. ايضا هيومن رايتس ووتش ذكرت ان هنالك اكثر من 400 الف مدني مغيب قسرا داخل سجون نظام الاسد. هنالك منظمات ايضا ذكرت ان العدد تجاوز 800 الف، هنالك بعض الجهات الحقوقيه وثقت اكثر من هذا العدد، يعني العدد الذي وصل اليه النشطاء الحقوقيون هو هذا بحدود 800 الف معتقل، لكن يعني لربما هنالك عدد مضاعف موجود الان لكن لا أحد يعرف مصيره. يعني هذه صورة مرعبة، بالتأكيد صورة مرعبة، ربما لم يشهدها التاريخ الحديث لهذا العدد الكبير من المعتقلين في دولة بحجم سوريا وبعدد سكان سوريا نسبة لعدد السكان. فالسؤال الآن، أين هؤلاء؟ هل يمكن أن يكون جزء كبير منهم قد قضى في سجون النظام؟ أستاذ جمال، هنالك كارثة إنسانية لم تحدث، يعني توصيفك دقيق جدا، لم تحدث في التاريخ أن يهجر نصف شعب دولة، أكثر من 14 إلى 15 مليون نسمة، أن يغيب أكثر من مليون، يعني بعض الأرقام تحدثت عن أكثر من مليون شخص مغيبين قسرا في سجون نظام الأسد، من قضى منهم تحت التعذيب تظهر إحصائيات وصور وتسريبات له في شخص واحد، يعني نتحدث عن قيصر وهو شخص واحد وثق بنفسه بعدسة كاميرا أكثر من 55 ألف صورة. يعني الجرائم هذه لا نعلم لماذا لا يتم التحرك في يعني في هذا في اتجاه محاسبه نظام الاسد على هذه الجرائم، وهي يعني جريمه واحده منها تكفي لاطاحه به دوليا. دائما ما يتم استخدام حق نقض الفيتو
يعني مقابل اي قرار لازاحه نظام الاسد. ايضا يعني حتى اذا ما اعتبرنا ان هذه ان هذا النظام نظام الاسد يعامل هؤلاء المدنيين على انهم اسرى حرب، فحتى معاهدات اسرى الحرب والتي ابرزها معاهده جنيف 49 لم تنص على ان يعامل الانسان بهذه الطريقه اللا انسانيه، الطريقه الحيوانيه يعني كما يصفها البعض، او على الاقل ان يصرح بمصيرهم. سهيب، السؤال هل صرح النظام السوري حتى اللحظه بما لديه من معتقلين وسمح للمنظمات الدوليه ان تزورهم؟ بالطبع لا، وبالطبع لن يفعل ذلك، لان ما نسمع به الان وما نوثقه هو كارثه. فكيف إذا ما دخلت هذه المنظمات الحقوقية للسجون، وهذا لم يحدث منذ العام 2011 حتى اللحظة هذه، إذا ما دخلت سوف ترى العديد من الفظائع. يعني التغييب القسري بموجب القانون الدولي محظور، التغييب القسري بموجب نظام روما الأساسي الذي أقر وبدأ تنفيذه في العام 2002 هو محظور أن يغيب الشخص بقصد عزله عن العدالة وعن نيل حقوقه الأساسية يعني، أو معرفة ذويه أين هو على الأقل. أيضا يتم ابتزاز ذوي المعتقلين المغيبين بمبالغ ضخمة. يعني أعرف عوائل أستاذ جمال دفعت أكثر من 2,000,000 ليرة سوري في العام 2013 والعام 2015 مقابل معرفة فقط كلمة واحدة إذا ما كان ابنهم ما زال على قيد الحياة أو لا، وأعطوا هذه المعلومة على أنه ما زال على قيد الحياة، ثم اتضح لاحقا أنه تم تصفيته تحت التعذيب في سجون نظام الأسد. هذه كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والكارثة الأكبر ستظهر وستتضح يوما ما عند دخول المنظمات الحقوقية أو الجهات الدولية إلى السجون لترى ماذا يحدث. عدا أمر آخر يعني عذرا للإطالة، لكن أيضا مؤخرا حذرت الأمم المتحدة من انتشار فيروس كورونا، ووصلت معلومات مؤكدة لها من انتشار فيروس كورونا داخل سجون نظام الأسد. هل هناك سجن محدد يعني في تحدثت عنه المنظمات الدولية حول انتشار كورونا فيه؟ بالضبط، هو تقرير صدر عن الأمم المتحدة إحدى هيئاتها، قالت فيه بأنه تأكد انتشار جائحة كورونا داخل سجون نظام الأسد، وأنه يتوجب عليه إطلاق سراحهم أو مراعاة ظروف صحية. طبعا المدنيين أو المعتقلين لا يعاملون كبشر داخل هذه السجون كي يراعى الجانب الصحي. عندما يموت شخص داخل هذا السجن، وأنا التقيت بعدد من كانوا شهود على هذه الحادثة، يترك أكثر من أسبوع وهو ملقى على الأرض حتى يعني تنتفخ جثته، ثم يعود السجان لأخذه ورميه في مكان ما لا أحد يعرف شيء، يعني شيء لا يمكن أن تصفه كلمات من هذه الوحشية. السؤال، هذه الوحشية التي تتحدث عنها صور المصور الشهير الذي تم إطلاق اسم قيصر عليه، هذه الصور المؤلمة برأيك إلى أي مدى قامت المعارضة السورية بكافة هيئاتها وعلى رأس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة بجعل قضية المعتقلين أولى أولوياتها؟ يعني صراحة ما نشهده حتى اللحظة منذ سنوات وحتى اليوم هو فشل ذريع من الجانب السياسي المعارض لنظام الأسد والهيئات التابعة له. لا أحد حتى الآن سوى في العام 2018 على ما أعتقد أو على ما أتذكر كان هنالك طرح لإحدى سلال التفاوض، هكذا أطلق عليها حينها، التي من ضمنها بند التفاوض على الإفصاح عن مصير المعتقلين، ولم نشهد أي نتيجة حقيقية على الأرض، لم يشهدها أهالي هؤلاء المعتقلين حتى الآن، ولا أي نتيجة يعني قدمت من قبل المعارضة. ما قدمه هو عن طريق تسريبات، عن طريق منظمات حقوقية، عن طريق وسائل الإعلام. وعرفوا هؤلاء المدنيين من ذوي الضحايا مصير أبنائهم عن طريقها، لكن لم يعرفوا ذلك عن طريق المعارضة. وهنا أيضا يعني أخيرا لابد من التنويه على نقطة، هو أن نظام الأسد هو أيضا له شركاء في هذه العملية، التغييب القسري والتعذيب حتى الموت. يعني منذ 3 أيام ايضا قتلت المدني علي محمود العيسى في الرقه عند اعتقاله، بعد اعتقاله وتغييبه لاكثر من اسبوعين، وسلمت جثته ايضا لذويه وادعت انه توفي بنوبه قلبيه. داعش ايضا اخفت وقتلت وغيبت عشرات الاف المدنيين في سوريا في المناطق التي كانت خاضعه لسلطوته. هم يكملون مسيره نظام الاسد، يعني هذا ما تتضح يعني معالمه يوما بعد يوم. الصحفي السوري في شبكة فرات بوست سهيب جابر، كنت معي من غازي عنتاب.